النهارده عندنا احتفاليه حاجه مختلفه ويوم مهم جدا في تاريخ مصر الحديث اللي هو 30 يونيو. احنا بنعمل احتفاليه كبيره تناسب اليوم ده، بنعمل من الصبح من بدايه الساعه 10 مكملين الانشطه طول اليوم. حضرتك حتى شفت الاحتفاليه ان احنا عندنا جنسيات 22 جنسيه، اجانب من المان من بلجيكا ومن هولندا ومن فرنسا ومن انجلترا وكمان الجاليات العربيه تركيا، عندنا من العراق وعندنا من الاردن وعندنا من سوريا والسعوديين. الناس حابه ومبسوطه ان احنا بنحتفل الوطنيه او بيوم الثوره 30 يونيو، فكانت احتفاليه جميله والناس مبسوطه بيها، بتقدم مظاهر احتفال المصريين بيها والاغاني المصريه، حتى الاجانب كانوا مبسوطين بالاغاني المصريه بيرقصوا عليها والسلام الوطني، فكانت حاله مختلفه والناس حابه الحاجات دي، ومصدر فخر واعتزاز ان انت بتحتفل بالعيد الوطني مع الجنسيات الاجنبيه والناس مشاركه. فالحمد لله يعني مين السنه دي حاجه مختلفه عن كل سنه، كمان جات مع رسمه مع عيد الاضحى فكانت حفله كبيره. وعندنا برضو برنامج زي ما قلنا ترفيهي شامل يعني اسبوع العيد كله، من سواء من اكلات مختلفه سواء من انشطه ترفيهيه وحفلات تتعمل الصبح والضوء بالليل.